السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. النهاردة معدنا قصة رعب جديدة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. انت هتطلب الطلاق من جوزك، دي كانت نصيحة صاحبة الأقرب لقلبي واللي كانت على علم بكل حاجة بتحصل في بيتي تقريبا، حتى أدق تفاصيل حياتي كانت تعرفها، وكنت دايما بحب استشيرها وامشي بنصايحها في حياتي، خاصة ان من أسابيع بدأ جوزي يتغير معايا بسبب ضيق الحالة المادية، بقى عصبي ما بيستحملش أي نقاش، بل انه بقى بيقعد برا البيت أوقات طويلة وأنا معرفش هو بيروح فين، وما كانش بيجي غير في نص الليل مهدود عايز ينام، وما كانش بيسمع نص كلمة من عتابي له بعد ما يرجع. عشان كده صاحبتي قالت لي ان هدده بطلب الطلاق، واعلل ده بان الحياة بقت لا تطاق وان انت مش مهتم بيا والكلام ده كله. استنيت ليلتها كتير وانا عمالة ارتب كل السيناريوهات في دماغي وعلى اتم استعداد لاي مشكلة ممكن تحصل ما بيننا، ورجع على الساعة 11:30 بالليل. اول ما شافني استعاذ بالله من النظرات اللي كانت بتطق شرار، بس انا بدأت الصراع بكلمة انا زهقت من العيشة دي، وانطلقنا في ماراثون تبادل الاتهامات. وفي وسط الحديث طعنته في كرامته وقلت له انا ما بقتش طايقة ابص في وشك، انا عايزة اتطلق. سمع مني الكلمة وتسمر مكانه من الصدمة، لقيته انسحب بكل هدوء وما قالش غير حاضر هطلقك. وطبعا راح نام في اوضة تانية، وتاني يوم مشى بدري قبل ما اصحى. اتصلت بسعاد صاحبته وبلغتها باللي حصل، كنت خايفة احسن يطلقني بجد وكمان الموضوع يبقى سهل بما ان لسه ما خلفتش، وكنا ماشيين في رحلة علاج طويلة. فضلت اترجف سعاد عشان تشوف لي حل في الموضوع ده. في النهاية طلبت مني اقابلها واجيب معايا شعر من راس جوزي. دورت على هدومه لقيت شعر، وده لانه كان بيحب دايما يبقى شعره طويل. طلبت مني 3 شعرات، ومع اني كنت قلقانه بس طوعتها كالعاده. رحنا لواحده ست عجوزه طلبت مننا الشعر ومبلغ مالي واسم الزوج. انا كنت وقتها زي المغيبه مش قادره اعترض، وفي النهايه الست عقدت عقده وحطت جواها الشعر وصوره ليه عليها كلام غريب، وطلبت مني احطها في اوضه نومنا بس في مكان خفي. وفعلا خدت اللفة وحطيتها جوه المرتبة وخيطتها تاني عشان استحالة حد ياخد باله. والغريب انه تاني يوم جه من الشغل بدري، كان جايب معاه ورد وشوكولاتة واعتذر له انه مقصر معايا وخدني وخرجنا. ليلتها حسيت اني طايرة من الفرح، اني ماسكة النجوم بايدي لانه فضل يتغزل فيها وكأن سندريلا، ونمت يومها احلى ليلة وكأن لسه عروسة جديدة رغم اني متجوزة بقالي 2 سنين. واستمر الحال اللي كنت متعجبة منه ده، كنت بطلب منه ما يتأخرش، وفعلا كان بيجي كل يوم بعد العصر، وتبدأ واصلة من الدلع والدلال وتنتهي بسهرة لطيفة في البلكونة وبعدها بنام. شهر كامل وانا عايشة في الجنة دي، كل اللي بقوله بيتنفس، كل طلباتي مجابة. كنت عاوزة اروح احضن الست اللي عملت لي الحجاب ده، الحجاب اللي رجع لي جوزي من تاني، بس بعد شهر بدأ الجفاء يرجع من تاني. كان بيجي بدري بس ممكن ينزل لأصحابه أو يقعد لوحده، وبدأت أحس إنه بينفر مني تماما، إحساس سهل أوي الست تحس بيه تجاه شخص غريب، فيما بالك لو جوزها. واتصلت بسعاد اللي كلمت الست وفهمت إن الحجاب مدته 1 شهر وبينتهي لأنه بيتعمل بنوع سحر مرتبط بالفلك والنجوم، وقالت لي إن لازم أجدد الحجاب ده اللي عرفت إنه بيتعمل بالمحبة. بعد كده رحت للست واللي طلبت مبلغ اكبر، وطلبت منها حجاب يدوم معايا شويه. قالت لي انها لو استخدمت دمي هتعمل حجاب بيستمر 3 سنين، وانا وافقت وخدت مني قطرات الدم، بس هي قالت لي انها هتدفن الحجاب بطريقتها وان دفنه في المقابر بيكون تاثيره اقوى. ورجعت بيتي في قمه سعادتي، وصلت شقتي المغرب بس جوزي ما كانش لسه رجع من بره. قعدت في اوضتي مبسوطه وسمعت صوت الباب بيتفتح، خرجت بدلال لقيت جوزي دخل الحمام بس سايب الباب مفتوح، كان واقف مديني ظهره وبيغسل ايده. قربت منه بدلع ولفيت ايدي حوالين وسطه وحطيت راسي على ظهره، لحظات وسمعت صوت حاجة مقززة
وشمت ريحة بشعة، والأغرب إن لقيت راسي بتغوص في شيء ملزق هلامي. بصيت بتعجب لجسم جوزي، وكانت المصيبة شفت جسم جوزي عبارة عن دود، كل دود عمال يلف على جسمه ويقع على أرضية الحمام. لاحظتها، بصلي عشان أشوف وشه الأزرق منتفخ زي الأموات. صرخت بهستيريا وطلعت أجري برا الحمام. لحظتها اتكعبلت في الكرسي ووقعت على كوعي، وقعة صعبة جدا. صرخت من الوجع والرعب، ومع صرختي قطعت الكهرباء عن الشقة كلها. كنت واقعة في الضلمة وبصرخ من الوجع، وجسمي كله متخشب كأنه معوقة أو مشلولة، لساني اتشل وما بقتش قادرة حتى أهمي. بدأت أسمع تاني الصوت المقزز، صوت الحاجة اللي بتزحف على الأرض. حاولت أزحف ناحية الأوضة بس ما قدرتش. حسيت في قلب الضلمة بدود بيطلع على جسمي، كنت عمالة اتشنج هموت من الفزع. في النهاية انهارت وأغمى عليا تماما. فقت لقيت جوزي عمال يهز فيا، قمت وانا برتعش من الخوف سألته بعصبية وتوتر، انت اتأخرت ليه؟ فوجئت برد قاسي ولا مبالاة غريبة. حاولت اشد معاه في الكلام، بس كانت الصدمة الأكبر لأول مرة جوزي يضربني. كان ألم نزل على وشي خلاني مذهولة. حاولت أهاجم عليه بس ملحقتش، لأنه مسك عصاية ونزل فيا ضرب. كان بيضرب بكل غل وقسوة، كأننا أعداء من قديم الأزل، كأن قتلت شخص عزيز عليه. كنت بنوح من الوجع وجسمي كله بيصرخ. في النهاية شدني من شعري ورماني جوه الأوضة وقفل عليا بالمفتاح. فضلت عيط طول الليل من القهر والوجع اللي فيا. تاني يوم اتصلت بسعاد بس كان تليفونها مغلق. فضلت احاول طول اليوم معرفتش اوصل لها، وتكرر الامر بعلقة اسوأ من علقة امبارح، بس عشان عاتبته بالكلام. كأنه تحول لمسخ شرير، بقى مش طايق يبص في وشي، بيجي بالليل واكل برا عشان ما ياكلش معايا، ومنع عني تماما ادخل الاوضة اللي بقى بينام فيها، لدرجة انه مرة بصك علي وكأنه خلاص ما بقاش طايق يشوفني. قضيت اسبوع كامل بتضرب وبتهان وبتعامل زي الحيوان، وساعات برضو لسه تليفونها مقفول. فكرت اروح للست بس ما كنتش هعرف اوصل لوحدي اطلاقا، كنا بنروح بلد بعيدة وساعات هي اللي عارفة المكان. ومن سيء لأسوأ بدأت اشوف الجثة دي بتتحرك في البيت، في الدولاب، في الحمام، والدود بقى في كل مكان في البيت. دود اسود شكله مقرف جدا، بس كل ده كان بيختفي لما جوزي يرجع بالليل. حتى نومي بقى كله كوابيس، الجثة ما بقتش بترحمني، بتهجم عليا في نومي وتخربش جسمي وتحاول تعتدي عليا. وبالنهار بلاقيها في الشقة، لدرجة ان مرة فتحت الدولاب بالليل قبل ما جوزي يوصل لقيت الجثة جوه، وقطع النور من تاني واغمى عليا بسبب الرعب اللي شفته. بس بعد ايام بدأ ظهور الجثة يقل، وبدأ جوزي يتلاشاني خالص. كان بيرجع من مرة مبسوط وبيتكلم في التليفون وبيضحك كتير. الأمور بدأت تهدى شوية. رحت أفكره بمعاد الدكتور يومها وقلت له مش هتروح للدكتور؟ ضحك ضحكة عليا مفيش فلوس للدكتور. بصيت له باستغراب وقلت له مش انت متعود تشيل فلوس للمعاد كل شهرين؟ أيوة ده كان بيحصل لما كنت بروح الشغل التاني. شغل تاني؟ ايوه يا هانم، امال انا كنت بتأخر ليه؟ عشان كنت شغال وردية مسائية في سوبر ماركت عشان اوفر تمن الجلسات والعلاج، بس انت حبيت اجيلك بدر ودينا اهو سبت الشغل التاني وبقيت بكف مصاريف البيت بالعافية. وانت ما قلتش ليه انك شغال شغل تاني؟ انت يا هانم اللي ما سألتيش، كنت بس بتسأل انت بتتأخر ليه وبتسيبني لوحدي ليه. كل حاجة كانت عشان نفسك، عمرك ما سألتني بجهد نفسي ازاي، ولا شغال فين، ولا الظروف معايا عاملة ازاي. انت بس عايزة اللي تطلبيه يجيلك. دموعي بدأت تنزل وقلت له يعني كده مش هنخلف؟ قصدك مش هتخلفي؟ مش فاهمة حاجة. هفهمك، جوزك الحمار اللي هو انا عرف من الدكتور ان عندك مشاكل، بس عشان ما يكسرش مشاعرك قالك ان المشكلة عنده هو. مش ملاحظة ان العلاج كله انت اللي بتاخديه مش انا؟ مش ملاحظة ان الكشف بيكون ليكي مش انا؟ وقتها اتشليت وقعت على السرير مش قادرة انطق. فضلت ابكي طول الليل بكل صمت، مش عارفة اقول اي حاجة. تاني يوم فوجئت بوالد جوزي انه توفي، ووقع جوزي في اكتئاب كامل، فضل مكمل معاه شهر.
بس اللي عرفته انه ورث شقة لوحده وجزء من المحل بتاع بابا، لانه هو عايش كان استحالة يمد ايده وياخد من ابوه حاجة، مع ان ابوه كان مرتاح جدا. عدى اسبوع كمان وفوجئت بيه في يوم جاي وبيفتح باب الشقة بدري، وقف قدامي بكل هدوء وقال لي: انت كنت عايزة تتطلقي صح؟ بصيت له وعينيا بتدمع ولساني وقف عن الكلام، لقيته صرخ فيا بغض: عايزة ولا مش عايزة؟ لقيت نفسي بهز راسي شمال ويمين يعني لأ. طب كويس، حبيت أعرفك بس بمراتي الجديدة اللي هخلف منها، وأظن ده حقي. الصدمة وقتها خلت الدنيا تدور من حواليا، والأسوأ كان لما دخلت سعاد صاحبتي، سعاد من باب الشقة وبتبتسم. لقيت جوزي بيتكلم وبيقول: انت هتعيش في شقتك معززة مكرمة، وسعاد هتعيش في شقتي اللي ورثتها، ومصروفك هيوصلك زيها، وهقضي معاك ليلة ومعاها ليلة، لو عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك عرفيني وهطلقك، غير اني مش هدفع فلوس في علاج تاني عشان تبقى عارفة. ولقيته خرج من المكان وقال: وبما انكم اصحاب فهسيبكم مع بعض شوية. وقفت سعاد قدامه وهي بتبصلي بكل شماتة الدنيا، بصت لها وانا بعيط ودموعي بتسيل زي السيل، وقلت لها: انت يا سعاد انت؟ وفين المشكلة؟ ما انت اتمردتي على راجل كل بنات الدنيا يتمنوا يبقوا خدمين تحت رجليه. طب ازاي؟ هقولك انا ازاي عشان تحافظي على الباقي من عقلك. بما اني لسه ما اتجوزتش وعديت التلاتين، وبما انك كنت كل شوية تحكيلي عن زهقك وخنقتك من جوزك اللي كان مموت نفسه عشانك وعشان يكفي مصاريف بيتك، حسيت انك لازم تتربي يا سعاد. صدقيني لو كنت مظلومة كنت هساعدك، بس انت انانية زي ما كنت طول عمرك. قررت اعمل سحر تفرق بينك وبين جوزك، بس مش اي سحر، السحر اللي بيصدق عليه بالدم، بيبقى قوي جدا، بس كان اصعب ان اخد منك دمك، فقررت امشي معاك للنهاية. عملنا سحر محبة في الاول وخليتك مبسوطة وقت بسيط، بعدها بطلنا مفعول السحر وخليتك بنفسي تعملي مع السحر سحر التفريق وانت مش عارفة، وصدقت عليه بدمك، ومن جهلك وافقت ان احنا ندفنه في المقابر عشان تأثيره بقى مدمر في حياتك كلها، بس للأسف اشفقت عليك في النهاية وقررت اوقف مفعوله مع ان كنت ناوي ادمرك خالص. انت وصلت الجزء ازاي؟ انت نسيت التلات شعرات؟ عملنا شعرة محبة وشعرة للتفريق، واخر شعرة دي بقى عملتها عشان يحبني انا. انا انت ما كنتش بتلاقي راجع من بره مبسوط كل شوية؟ ده لان اعترضت طريقه كذا مرة، وقعدنا كتير ومبقاش يقدر يستغنى عني، لدرجة انه قرر يخلف مني انا. بس انا ما حبيتش انه يطلقك، وقلت نستمتع بالراجل ده انا وانت مع بعض. انا هقول له كل حاجة، هقول له كل حاجة وهقتلك. لو حسيت بس انك عملت حاجة ما عجبتنيش هنشط السحر تاني وهخليك ترجع للايام اللي فاتت. صدقيني كله بصبع، غير ان جوزك بقى تقريبا زي الخاتم في صبع، فبلاش تقل بعقلك، احسن انتقم منك. سلام يا قطة. وللأسف انا ما قدرتش اعمل اي حاجة، وشفت جوزي بيتجوز صاحبتي، ومن القهرة جالي القلب وبقيت ست مريضة، وغصب عني بقيت عايشة وراضية بكل حاجة، مفيش أطفال ومعاملة سيئة، حتى إن يوم ما عرفت إنها خلفت جت لي أزمة من القهر وكنت هموت فيها. بس نرجع ونقول أنا السبب، أنا اللي سمحت للغريب يدخل بيني وبين جوزي، أقدس علاقة في الكون أنا اللي دنستها لما رحت حكيت عن علاقتي بجوزي لصاحبتي. صدقوني أنا اللي أستاهل. والأغرب ان قرأت الحديث ده بالصدفة وافتكرت فعلا ان كنت بحكي عن علاقتي الخاصة مع جوز لصاحبتي. انا اللي استاهل. وبكده خلصت حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها مع كل احبابكم واصحابكم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.